فاز في 8 ديال المباريات، تعادل في 6 دون تسجيل اي هزيمه بالنسبه للفريق الاحمر في بطوله هذا الموسم. محاوله لكره التسديد، كوكب مراكش، هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل، هدف على طريقة اللاعبين الكبار من محمد رفقي. أكيد يستعيد التوازن مع بداية هذا المقابلة بعد ما فقد فريقه فكيد في اللقاءات الأخيرة لفريق الكوكب المراكشي. شوف الإعادة، شوف الإعادة، هدف مبكر في حدود الدقيقة الثانية، هدف هدف شميل 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 في شباك فريق الوداد، غير عن المقابلة تشويه خاص، هي بداية ولا أروع من جانب فريق الكوكب المراكشي في مقابلة قلت من المباريات المهمة برسم الجولة 15 من الدوري الوطني الاحترافي. استقبل الكوكب المراكشي، هذه خطيرة 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 خطيرة، الكوكب يضرب بقوة مع بداية المقابلة. عزيزي المشاهد الهدف الثاني، شوف الأخطاء من جانب فريق الوداد، العرضية والرأسية شميلة، تعطي الهدف، تعطي الهدف من ياسين الذهبي، هدف من ذهب، هدف من ذهب من جانب المهاجم ديال فريق الكوكب المراكشي. أين اختفى الفريق المراكشي اليوم في مقابلة أمام المتصدر؟ يبدأ المقابلة بهذه الطريقة، أكيد هي روح روح الكوكب المراكشي حاضرة في هذه المقابلة، وتعطي الهدف الثاني من جانب ياسين الدابي في حدود دقيقة 15، هدفين دون مقابل. أقول أكيد يوسف مريانة اللي كان لعب سابقا لفريق الوداد كلاعب، هذه محاولة خطيرة، جول 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 ثالث، جول ثالث ياسين الذهبي على بعد اكيد لحظات من نهايه المقابله في حدود الدقيقه 42 كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفائده فريق الكوكب المراكشي. 3-0 3-0، اكيد ثلاثيه اقول مدويه في هذه الجوله بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي. شوف 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 سوء التغطيه، شوف الاخطاء الدفاعيه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، يستغلها على النحو الجيد ياسين الذهبي اللي كيتمكن من تسجيل هدف ثالث يزن دابا. وعلى ذكر الانتصارات، وعلى ذكر احمد الباشا اللي اكيد اليوم هو المدرب الرئيسي لفريق الكوكب، هذه تسديدة، الهدف اخيرا ياتي الهدف، الهدف الذي حرك المدرجات من جانب جماهير الوداد. هذا سيكون كافي بالنسبه للفريق الاحمر للرجوع في النتيجه، ويليام جيبور في حدود دقيقه 74 يتمكن من فك شفره دفاع فريق الكوكب المراكشي. فابريس اونداما لعب العرضيه بهذه الطريقه، هي بالصدر على طريقه تاكيد اللاعبين الكبار، ويباغت حارس فريق الكوكب المراكشي. يعني سيفرح احمد البهجة بانتصار غيكون مهم لفريقه فريق الكوكب المراكشي. وعلى ذكر الانتصارات، هذه خطيرة، المباراة لم تنتهي بعد، هدف ثاني للوداد على بعد جوج دقائق من تسجيل اكيد الهدف الاول في حدود اكيد دقيقة 76، العرضية والراسية لفابريس نجيسون داما يتمكن من تقليص الفارق، وبذلك المباراة ستشهد ندية وطابع خاص في لحظات